أحد الطلاب في جامعة كولومبيا يروي هذه القصة ويقول يقول هذا الطالب في يوم من الأيام دشيت المحاضرة والدكتور رايح يشرح. قعدت على الكرسي حاولت أستوعب ما قدرت، دايخ غلبني النوم ونمت بالمحاضرة. يقول قعدت من النوم ولا الدكتور طالع والطلبة طالعين ما في أحد إلا أنا، شفت السبورة ولا في مسألتين وهالمسألتين ما حد حالهم، قلت أكيد هومورك واجب. نقلتهم بالنوت اللي عندي، قلت أروح البيت ويكند، عندي ويكند أحلهم بالويكند وي الأسبوع الجاي زاهب، عندي الواجب وحاله. يقول لكن الهومورك طلع وايد صعب بشكل مو طبيعي، حاولت أحل ما قدرت، حلت بس مسألة واحدة، وهذول المسائل بالرياضيات، فحلت مسألة واحدة وخذت هذه المسألة مني يومين عشان أحلها، ومو بورقة واحدة أكثر من ورقة. صار الأسبوع الجاي وياي الحبيب ومعه المسائل، طبعا ما حل المسائل كلها، حل مسألة واحدة بس، يقول على الأقل يعني حليت شيء عشان لما الدكتور يسأل ها ترى الدكتور حليت أنا. بلشت المحاضرة، الدكتور جنا ما سأل عن الهومورك، خلصت المحاضرة والدكتور ما سأل، الموضوع في إن قال أروح المكتب عند الدكتور ووري الهومورك، الظاهر نسى. فراح وقال الدكتور ترى معي أنا الهومورك، حله هومورك أي هومورك. يقول الدكتور ما كان أنا أعطيتكم هومورك، يقول بلا دكتور بس أنت الظاهر ناسي، أنت ذاك اليوم أسبوع اللي طاف كنت حاط مسألتين بالصبورة وأنا نقلت بالنوت اللي عندي حاولت أحلهم. بس دكتور أنا صراحة آسف ما حلت المسألتين ما قدرت، حليت بس مسألة واحدة وهذه المسألة خذت مني وقت وايد طويل. من صدقك أنت حليت هذه المسألة، أنا هالمسألتين حطيتها مع الصبورة قاعد أشرح حق الطلبة أن هذه المسائل العلماء ما قدروا يحلونها. شاف الدكتور المسألة والحل، الحل ممتاز 100%. شو فكر هذا؟ شو فكر بالحل؟ هذا الطالب خذ أيام عشان يحل المسألة، لكن في شيء ثاني استعان فيه، ثقته بنفسه، أنا واثق أني أنا بحل، وفعلا حل. مو يقولون واثق الخطى يمشي ملكا، أنا أيد هذه المقولة 100%، واثق الخطى يمشي ملكا، ناجح مثابر كل شيء ممتاز. فإذا أنا كنت واثق بنفسي ثقة تامة، أنا راح أجتاز الكثير من المصاعب الكثير من المتاهات وراح أفوز وانجح، وهذا اللي أبي.